السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامدي. هذا ان شاء الله غنقدموا واحد الطريقة اللي هي في حقها طريقة خاصة كيستعملوها الروس وكيستعملوها الامريكان. شحال من فيديو كنت كنبحث في اليوتيوب ولقيت ان كاينه واحد الطريقة اللي كيستعملوها الناس باش كيبردوا الارانب ديالهم بدون مكيف وبدون خلايا تبريد كما كيديروا خوتنا المصريين او خوتنا الجزائريين او المغاربه. المهم هذه واحد الطريقه جديده شفتها في اليوتيوب وبغيت انني نوصلها لكم وطبقتها حتى انايا وبغيت نوصلها لكم. اذا الفصل الاصعب في الحقيقه في تربيه الارانب شنو هو فصل الصيف. علاش؟ لان كيقل الانتاج وكيقل الربح، والسبب هو معروف، هو درجة الحرارة المفرطة اللي كتجعل الأرانب أنها كتقل في المردودية والإنتاج. لأن مشروع تربية الأرانب للمبتدئين هو مشروع في حقيقة كيكون ناجح 100%، ولكن فصل الصيف ما يمكنش للمربي أن العادي مربي عادي مبتدئ باش غادي يشري واحد مكيف خاص بالأرانب، خاصة أن المكيف يعني العادي الرخيص الثمن كيسوى 3000 درهم. ما يمكنش أنه يشري يحط 3000 درهم ومن غير المكيف حتى الفاتورة ديال الكهرباء غادي تجي شوية غالية. إذا هاد المبتدئ ما يمكنلوش يشري هاد المكيف الخاص بالأرانب، وهو يعني حنا نقولوا هذا المبتدئ مثلا عنده واحد 8 ديال النسوات وذكر واحد او لا اقل من هذا العدد، ما يمكنش يشري لهم كليماتيزور غالي، غالي الثمن وحتى الفاتوره غادي تجي غالي. اذا سمو كيلقى نفسه هذا المربي كيلقى راسو في حيره انه 3 شهور ما كيخدمش ما كيشتغلش ما كاينش انتاج، وخاصو يشري العلف وكذلك الادويه، خاصه الادويه ديال التسمم الدموي، لان في شهر 8 كتبدا الارانب كتموت الا ما كانش المربي محصن ضد هذا المرض. يعني ليبره ديال كوني بخافاك، كاين واحد ليبره سميتها كوني بخافاك ضروري انه يشريها، ويعني كيلقى راسو كيصرف بدون ما كاين انتاج. خصو يصبر، هي في الحقيقه خصو يصبر. اذا كاين واحد الفيديوهات الامريكيه في الحقيقه والروسيه سمو كيستعملوا واحد الطريقه خاصه، وهي في الحقيقه جوج ديال الحوايج فقط لا غير. كاين اولا قنينات الماء المثلج، بحال هاد القنينه بحال هكا انني غادي نشدها ونثلجها وكنحطها للارانب في وسط معاهم، يعني في وسط القفص. انتما قنينه ديال الماء بهذه الطريقه، يعني غادي تجي تفتح القفص هكا وتحطها في وسط القفص. سمو كيوقع انهم كيمشيو لهذ القنينه هكا، انتما انا غادي نحطها بواحد الطريقه مائله باش تشوفوا هما سمو كيبقاو يديروا فيها. هذه راه مجربه الطريقه، يعني كتحطوها بواحد الطريقه عشوائيه ماشي مشكل هكا. سمو هما كيمشيو يديروا انهم كيمشيو كيبقاو كيتمسحوا بها هذاك الماء المثلج، هما سمو كيديروا كيبرد عليهم. في الصباح ممكن انكم يعني في الليل ديروا هاد القنينات هادو يتلجوا، والغد لي انكم تحطوهم للارانب ديالكم. سمو كيوقع ان هما كيبقاو يتمسحوا بديك القنينه وكيلامسوها، سمو كيوقع انهم كيتبردوا منها، وهذه الطريقه بمثابه كمادات، يعني كمادات كيخفضوا من درجه الحراره، وكذلك ان وهذه الطريقه كتجعلهم انهم يعني الكرش ديالهم كتكون البطن ديالهم كيكون سخون، ولا كيكون كتكون ها انتم كما كتشوفوا كيتمسحوا بها، راه ماشي كياكلوها وانما كيحطوا عليها الحنك ديالهم، كيحطوا عليها الجسد ديالهم، كيتمدوا وكيتلامسوا معها اما بالظهر اما بالرجلين اما
مهم هذاك الحراره راهي يعني ديك القنينه هي بمثابه الكمادات اللي حنا اللي كنديروهم يعني فوق الجبين هما كذلك. الا حطيتيها لهم في الصباح متلجه راه في العشيه غادي تلقاوها دابت، ولكن ماشي مشكل، غير الاهم انكم ما تعمروهاش كامله بالماء باش الحجم ديالها ما يتضائرش وتبغي يعني تنفجر. يعني هذه هي طريقه بسيطه، ولقيت فيديوهات انهم دايرينها يعني الروس ودايرينها الامريكان، كيحطوا قراعي يعني اما ديال ليترو او يترو ونص جوج يترو حتى 5 يترو. انا دابا حطيت 5 يترو، ماشي مشكل انكم تحطوها بواحد الطريقه يعني او خاص طريقه عشوائيه كتحطوها وما كيبقاو تلامسوا معها، كياخذوا من هذيك ديك البروده ديالها. كاين واحد الطريقه واحده اخرى يعني، وهذه كاينه الناس في لي فيديو، انهم كيشدوا اسبرو العادي اللي كنديروا حنايا ملي كتكون فينا سخانه او المهم اسبرو، كاينه ديال اسبرو، كديروا جوج ديال الكينات في اللتر ديال الماء، كتديروا فيه جوج ديال الكينات. هذاك هذه الطريقه كتجعلهم كذلك انهم كي يديروا كي كي يسترجعوا الطاقه ديالهم الحيويه، هي بمثابه في الحقيقه بمثابه دوك الفيتامينات، غير هما كتحيد لهم حتى السخانه. يعني في الصيف ممكن انكم تشريو واحد الباكيه ديال اسبرو كدير شي 17 درهم، كتخليوها ديما كل نهار نهار لا دير لهم اسبرو جوج كينات في الليتر ديال الماء واعطيهم، راه ان شاء الله غادي تلقاو غادي تحسوا بلي الارانب ديالكم كيستحملوا، ما كيبقاوش ينهتوا بزاف. يعني في الصيف كتحس بهم كيبقاو ينهتوا بزاف، يعني راه مغلوبين بالحراره. اما بهذه الطريقه هذه ديال اسبرو كيبرد عليهم واحد شويه حتى درجه الحراره ديالهم، وما الا مشيتو تعبرتوها غتلقاهم انهم بداو كيسترجعوا الطاقه ديالهم. هادو طرق انايا خديتهم من حقا من يوتيوب، ولكن الطريقه الثالثه هي اللي كنستعمل انايا، وهي بيكربونات دو الصوديوم. بيكربونات الصوديوم سمو كدير لهم يعني الا كانوا عندهم شي حراره في البطن ديالهم راها كتخفف عليهم. الا كان عندهم شي انتفاخ عاوتاني كذلك انهم كيتفشوا وكيوليو مزيانين. اذا بيكربون الصوديوم ممكن انكم ديروا معلقه واحده في ليتر ديال الماء وتعطيوهم نهار نهار لا. يعني هذه بيكربون الصوديوم ما تشوفوش باللي راه نهار نهار لا تسحبوا باللي غادي تخسروا الفلوس بزاف، وانما راه باكيه كبيره يعني فيها بزاف، يعني تقريبا قد الباكيه ديال الملح، كدير 6 دراهم. راه 6 دراهم ممكن يضرب لكم الصيف كامل، يعني ماشي غاليه، غير خصكم شويه تحركوا. يعني ما تنساوش يعني هاد الطريقه هي في الحقيقه مجربه، ولكن خص الانسان يقوم بها، ماشي يقول بلي غادي نديرها ويديرها واحد النهار مثلا ينسى. لا، منين تقولوا غادي نقوم بها هي نوض وقوم بهذه الطريقه، لان في الحقيقه راها طريقه مجربه. اذا هادو هما ثلاثه الطرق، كاين القنينات مثلجه كتحطهم في وسط القفص، كاين اسبرو العادي كديروا جوج ديال الكينات كديرهم مع لتر ديال الماء وتعطيهم نهار نهار لا. كذلك بيكربونات الصوديوم تما راهم مفيدين بزاف، خصوصا في فصل الصيف، لا بالنسبه للكبار وبالنسبه للصغار، وبالنسبه للصغار اكثر، لان الصغار كيتصابوا بالانتفاخ، هو كيخفف عليهم وكيجعلهم انهم يقاوموا وكيبرد لهم البطن ديالهم، يعني كتحسوا بهم ولاو مفشوشين، وحتى النشاط كتحس بهم، ماشي غير كينهت ومفروز لواحد الجهه، لا كتحسوا به ولا كيتحرك وكي كي 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 يقوم بالمهام ديالو وكيستطيع انه ياكل وكيخرج. اذا هادو هما ثلاثه الطرق، طريقتين خديتهم من عند شي فيديوهات، والطريقه الثالثه هي بيكربونات دو صوديوم. الحلقه ديال هذا النهار كملات، شاركوا معنا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، وتكيو على زر جيم باش تساندونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.